تسيران بخطى ثابتة وعيناهما ترقبان الحلم الأولمبي بأراضي الساموراي. جمع بينهما شغف حمل العلم الوطني عاليا في رياضة التايكواندو وإحياء الأمل في قلوب المغاربة بالظفر بالمعدن النفيس في طوكيو الصيف القادم. أميمة البوشتي وندى العرج مثال للإصرار على النجاح وتخطي جميع العراقيل والمطبات. ندى العرج من أحسن العناصر على مستوى الإناث في ليكيب ناسيونال، بالانضباط ديالها، بالأخلاق ديالها، بالإصرار ديالها، ما كتغيبش التدريب ديالها، ما كتغيب حتى شي حصة، كتحضر التدريب كاملين. أميمة بحال غادي نقولوا الكوبل ديال ندى، يعني نفس داك الشيء اللي كاين في ندى كاين في أميمة البوشتي. أميمة البوشتي من اللاعبات الممتازين أخلاقيا رياضيا. أميمة البوشتي 19 سنة، بدايتها الأولى في رياضة التايكواندو تعود لسنة 2014. صعود أميمة لمنصات التتويج لم يتطلب الكثير من الوقت، حيث ستحقق في سنتي 2015 و2016 الميدالية الذهبية في البطولة الأولمبية للشباب في وزن أقل من 49 كيلوغراما، كما حازت لقب بطولة المغرب في وزن أقل من 42 كيلوغراما، لتتوالى وتتعدد بعدها إنجازات ابنة مدينة بن سليمان. بديت هذه الرياضة سنة 2014، كان ابن العم ديالي كيمارس هذه الرياضة وكانت تنظم واحد الدوري في مدينة بن سليمان، وعجبتني هذه الرياضة شفت فيها واحد الروح قتالية وشفت فيها، المهم عجبني داك السيل ديال هذه الرياضة ومشيت قلتها لدارنا وقلت لعائلتي بلي بغيت ندخل لهذه الرياضة والحمد لله حققت بزاف ديال النتائج، واحسن سوفونير عندي في هذه الرياضة هو نهار مشينا لفلسطين، كنا لعبنا واحد جي وان تما وبطولة العرب، كانوا منظمين في وقت واحد، وكنت مشيت صليت في القدس وكان عندي أحسن سوفونير. أما ندى العرج فلقصة شغفها برياضة التايكواندو جذور تصل الماضي بالحاضر، حيث كانت بداياتها في سن السادسة في إحدى الصالات الرياضية بمدينة فاس. صاحبة 19 سنة احتلت الرتبة الثانية في بطولة المغرب سنة 2011 لتتحصل على دعوة من أجل حضور العرس الأولمبي بريو البرازيلية، ويكبر العزم والطموح داخل ندى العرج من أجل رفع العلم الوطني بطوكيو 2020. كما حصلت ندى على ذهبية الألعاب الإفريقية سنة 2019 والمركز الثالث في الألعاب الإسلامية بأذربيجان سنة 2017. كان الوالد ديالي كيمارس هذه الرياضة وجات عن حب، حيت لقيت راحتي فيها وبقيت غدا الوالدين ديالي هما اللي ساعدوني بزاف باش انني نبقى في هذه الرياضه. ولي سوفونير ديالي احسن حاجه كانت عندي هو التاهل ديالي للالعاب الاولمبيه اللي كان حلم، والميداليه ديالي ديال الكرون بري، فكانت اكبر فرحه ليا في الرياضه، احسن حاجه ما فرحت فيها في الرياضه. ندى العرج وأميمة البوشتي مثال للمرأة المغربية التي تملك بداخلها الإرادة القوية والعزيمة، والتي تعمل بكل جهد لكي تحقق إنجازات كبيرة توازي ما حققته الرياضة النسوية سلفا، بل وتزرع الأمل داخل النفوس بنون النسوة. غير نوجه لأي بنت لأي مرأة أنها تمارس الرياضة باش ما تلقاش شي صعوبات، هكا تكون دايزة غادي في الزنقة راه تمارس واحد الرياضة الناس كيشوفوها، ما غيكونش عندها شي تخوف، غادي تكون دائما عندها واحد الشجاعة وقوية. وبالنسبة للرياضة فهي ماشي بالضرورة خاص يكون غير رجال اللي كيديروها، ولا ما كاينش فرق دابا في هذا الوقت ديالنا. بعناصر كأميمة وندى يظل الأمل كبير في أن تتألق العناصر الوطنية في المحفل العالمي بغرض إرجاع الرياضة الوطنية إلى حيث يجب أن تكون.